إذن الجزء الثالث نطلب هون الريلاكتنس عند هاي النقطة. الريلاكتنس والريلاكتنس بتناسب، إذا نسيت ما في مشكلة، ذكر نفسك. الريلاكتنس بتزيد مع إيش؟ مع الطول، وبتقل مع إيه؟ وبتقل مع ميو. مش هيك؟ فميو عندي هون أنا هون عندي هاي 0.55 اللي هي الطول، الأريا 0.015، وأنا عندي هون ميو 6.6 times 10 to the minus 3. أنا حاسبها هون لأنها 5500 أو 5200 مضروبة في ميو نوت، فبطلع معي هذا. هلا هون الوحدة هاي اللي رح تخسر عليها علامة إذا حطيتها غلط، شو لازم تكون؟ أمبيرز بير دولار، مش إيش؟ هلا مرات الكتاب